صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك يا مريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا منتقل داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره طبعا عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وطبعا جميع فرقه الرياضيه. بس خليني قبل ما اتكلم في اي حاجه ليها علاقه طبعا بجميع فرق النادي الاهلي الرياضيه، خليني اقول لكم طبعا عن يعني بعض القرارات اللي تم اتخاذها امبارح مجلس اداره النادي الاهلي طبعا رئاسة الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي كان موجود امبارح طبعا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن طبعا من خلال يعني الاجتماع ده مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب يعني ناقشوا العديد من الملفات والموضوعات طبعا الخاصه بجميع القطاعات المختلفه داخل النادي الاهلي، ويمكن من ضمن القرارات اللي تم اتخاذها هي زياده راس مال شركات النادي الاهلي بنسبه 100%، ويمكن ثلاث شركات زودهم او يعني قرر زيادتهم في راس المال، وهم الثلاث شركات شركة النادي الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية. طبعا ده إيمانا بهذه الشركات وتلبية طموحها، وكمان يعني أن النادي الأهلي أنشأ هذه الشركات أو دعم فكرة الاستثمار الرياضي في مصر. فده طبعا كان أول قرار تم اتخاذه في اجتماع أمس. كمان من ضمن القرارات اللي كانت خاصة بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وهي متابعة يعني ملف المنشآت الخاص بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد والتأكيد على انتهاء من هذه المنشآت في الموعد المحدد لها طبعا لدعم او لخدمه اعضاء النادي الاهلي. وكمان اخر قرار تم اتخاذه هو ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب هيدرس بعض المقترحات او هيتم دراسه بعض المقترحات المقدمه من اعضاء الجمعيه العموميه وتمهيدا لتقديمها لاعضاء الجمعيه العموميه المقبله. ده بالنسبه لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. خليني بقى اروح لجميع الفرق الرياضيه، وطبعا البدايه هتكون مع الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر. ويمكن طبعا بعد انتهاء او فوز النادي الاهلي في مباراه امس بنتيجه 2-1، وطبعا ببارك لجميع جماهير النادي الاهلي امام نادي المقاولين ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن طبعا النهارده الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي. الاول التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 على ملعب مختار التيتش طبعا استعدادا للمباراه القادمه واللي هتكون امام نادي سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء المقبل الساعه 4 العصر، وهتقام المباراه على استاد او ارضيه استاد المقاولين العرب، وده هيكون ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. خليني بقى اروح جميع الالعاب الاخرى، والبدايه مع الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجوستي بوش. يمكن طبعا يا مريم ويا كريم اخر مباراه بالنسبه لرجال كره السله طبعا كانت يوم الجمعه الماضيه امام نادي سبورتنج، كان دي كانت مرحله دور المجموعات في بطوله الدوري المرتبط. فاز النادي الاهلي في مباراتين وخسر في مباراه واحده امام سبورتنج، وفاز في مباراه الشمس ومصر التامين النهارده وامبارح كانوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته مره اخرى على صاله المقاولين، ودي الصاله الخاصه بفريق النادي الاهلي بدلا من صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، طبعا بسبب يعني الصيانه وبعض التغييرات اللي هتكون موجوده في الصاله وفي ارضيه الملعب. فالفريق حاليا بيتمرن على صاله المقاولين، وان شاء الله هيستعد للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الثلاث امام نادي القناه، اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي في دور ال 16 امام نادي القناه، وهتكون الاول الفريق المرتبط الساعه 4، وبعد كده الفريق الاول لكره السله رجال هتكون المباراه الساعه 6، وثاني مباراه وهي مباراه الاياب هتكون في الاسماعيليه على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، ودي الصاله الخاصه بفريق القناه وهتكون ايضا في نفس الموعد يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. ده بالنسبه لفريق كره السله رجال. سيدات كره السله النهارده ان شاء الله هيواصل تدريباتهم بشكل طبيعي الساعه 6 للساعه 8 داخل مقر النادي استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله سيمي فاينل او دور نصف النهائي من بطوله الدوري المرتبط، واللي هتكون امام نادي سموحه ان شاء الله. النادي الاهلي هيلاعب نادي سموحه يوم ايضا الثلاث ويوم الخميس على صاله استاد الجيش ببرج العرب في مدينه الاسكندريه، والمباريات هتكون ايضا في نفس الموعد اليومين الساعه 1 فريق المرتبط والساعه 5:30 الفريق الاول لكره السله سيدات. وبكره ان شاء الله الفريق يعني هيتمرن الاول في النادي الساعه 9، وبعد كده هيسافروا للدخول في معسكر مغلق طبعا في مدينه الاسكندريه استعدادا للمباريتين دول.
اسطنبول، وكمان الكابتن طارق خيري قرر انه الفريق اول ما هيوصل للاسكندريه هيتمرن على فترتين، الفتره الصباحيه هتكون الساعه 12 الظهر والفتره المسائيه هتكون الساعه 6. كمان استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا مريم واقول لك طبعا يا كريم انه الفريق امبارح فريق كره اليد سيدات امبارح كان عندهم مباراه مهمه امام نادي الشمس وفازوا بفارق نقطتين 27-25. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي استعدادا للمباراتين اللي جايين يوم الخميس ان شاء الله مع نادي 6 اكتوبر في او على صاله 6 اكتوبر الساعه 4، ويوم السبت ان شاء الله المباراه الاصعب وهي مع نادي الزمالك اللي هتكون على صاله نادي الزمالك ايضا في نفس الموعد الساعه 4. وكمان فريق الماسترز او فريق كره الطايره ان شاء الله يوم الثلاث هيسافروا لمدينه الاسكندريه دخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع، وده هيكون المعسكر الأخير والاستعدادات الأخيرة بالنسبة لفريق الماسترز قبل بداية وانطلاق الدوري بالنسبة لهم، واللي إن شاء الله هيكون يوم 18 شهر نوفمبر الحالي، وهتكون أول مباراة مع نادي المقاولين على صالة نادي المقاولين، ودي هتكون البداية طبعا بالنسبة لفريق الماسترز في النيو سيزن أو السيزن طبعا الحالي. كانت دي يا مريم ويا كريم كانت سريعا يعني كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الاهلي، وطبعا على راسهم الفريق الاول لكره القدم وقرارات جميع او المجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا انا معاك يا مريم ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره للاستوديو طبعا يكلم عليك يا كريم تفضل. والله ما فيش اي اسئله كالعاده، انتوا مش بتدونا اي فرصه لطرح المزيد من الاسئله من كتر ما دايما تغطياتكم للامور كلها بتبقى كافيه ووافيه. كالعاده متالقين ومتالقات، بنشكرك على دي التغطيه المميزه كالعاده زميلتنا العزيزه سلا حامد.